بجانبي في هذه اللحظات راعي مروعة حمود بن هليل العصيمي. مرحبا بك أبو سلطان. الله يسلمك أبو سلطان. مروعة تحضرت اليوم وحضرت عرض قوي وعرض طيب، كانت ماخذة المركز الثاني العام الماضي. نعم طال عمرك. هل تتوقع أن تقدمها السنة؟ والله عاد العلم هو عندي عند اللجنة، وحنا اللي علينا سوناه وعززنا وجبنا بعرض طيبة، والتقييم عند من يتولى. كم تعزيزات حمود بن هليل؟ الله عززنا واجد، ومن انتاج ومن مشترى، وشيء شفتوه انتم قدامكم. ممكن تحدثنا كم عدد المشترى اللي شريته؟ والله شرانا الزمان هذا من 20 وفوق. اي الله الله، هو البل طيبه واختنا العام المركز الثاني، والحمد لله والشكر له، والله يحق لي الحق انا وزملائي. في شوط نخبة النخبة بيكون ابن هليل موجود؟ والله ما شارك الزمان هذا، وان شاء الله في الامل ان شاء الله انسان حيين السنة الجاية ممكن بإذن الله.